وبشأن ما يجري في القدس المحتلة، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى أبو صوي المدرس في المسجد الأقصى. أستاذ مصطفى، السلام عليكم، هلا، حدثتنا عما جرى اليوم وما هي الرسالة التي يريد الاحتلال إيصالها؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي العزيز، الاقتحامات في المسجد الأقصى تتم من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع. الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع هناك اقتحامات في الفترة الصباحية. نعم. هناك اقتحامات فترة ما بعد الظهر. الاحتلال يتدخل في شؤون المسجد الأقصى، هذا شيء أصبح معروفا. وحقيقة بالأمس كان هنالك أيضا تدخل في عمل السدنة في قبة الصخرة، حاولوا منع السدنة من تنظيف قبة الصخرة في فترة ما بعد الظهر. نعم. ورأينا أيضا أول أمس المتطرفون يصلون من شرق المسجد الأقصى، هذه المرة أمام باب الرحمة، ووضعوا يكتبون عادة دعواتهم ويدخلونها في السور. الاحتلال ماضي في تحدي سواء الوضع القائم، وهذا الوضع القائم الذي قام منذ عام 67 عشية حرب الأيام الستة نكبة ديران، وهكذا هو الوضع الاحتلال يعني. طيب. حقيقة طيب دكتور، بالنسبة لكم كمرابطين وأيضا مدرسين في المسجد الأقصى، كيف يتعامل الاحتلال معكم ولماذا يسعى لتحييدكم عن المشهد؟ الاحتلال يسعى في الفترة الصباحية عادة لوضع قيود على دخول الناس، ويقوم بإما تسجيل الهويات أو جمع الهويات أو حتى منع بعض الناس من الدخول. وهنالك سواء من حتى في فترة من فترات كان هناك حوالي 60 امرأة أو أكثر قليلا من الممنوعات، يعني كان هناك ملف بصورهن وأرقامهن معروفة لدى الاحتلال، منع من الدخول المسجد الأقصى لفترات متفاوتة. وهذا في الفترة الصباحية لمنع المرابطات من الاعتراض على هؤلاء المتطرفين. فالاحتلال يسعى جاهدا لبسط سيطرته ما استطاع على شؤون المسجد الأقصى، والأوقاف حقيقة تحاول باستمرار التصدي لهذا. وهنا أمور يعني حقيقة صغيرة وكبيرة يقوم الاحتلال بالتدخل فيها، ويقوم باعتقال حرس المسجد الأقصى والموظفين، ويقوم بإبعادهم عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة، قد نعم. تكون أسبوع وقد تكون أسبوعين وقد تكون أكثر. طيب، في هذه المعطيات، في ظل هذه المعطيات دكتور، ما الواجب أن تتخذه السلطة الفلسطينية والقوى الفلسطينية الأخرى؟ وحقيقة دائما يعني نسمع عن اللجوء المؤسسات مثلا أممية، يلجؤون إلى مؤسسات عربية وإسلامية، ويكون هناك قرارات شك وإنكار لما يحدث. ولا يخفى عليكم أن الحالة المتردية للمحيط الذي نحن فيه من انقسامات ومن طائفية ومن كل هذه الأمور التي الموجودة تصب في النهاية في يعني في صالح الاحتلال. فرقة العرب والمسلمين هي الأولى. الدكتور مصطفى أبو صوي المدرس في المسجد الأقصى المبارك، شكرا جزيلا لكم.